بعين النتائج الإيجابية المحققة من طرف أفراد الوحدات الإقليمية للدرك الوطني ببيجاية في محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وتجسيدا لمخطط قائد المجموعة في محاربة ظاهرة سرقة المواشي، تمكنت وحدات التابعة للمجموعة من توقيف 3 أشخاص قاموا بسرقة 60 رأس من الأغنام من سلالة محلية بإقليم بلدية بوخليفة ولاية بيجاية. تعود حيثيات القضية على إثر شكوى تقدم بها الشخص إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي، يبلغ من العمر 36 سنة، ينحدر من ولاية بجاية من أجل التبليغ عن تعرضه لسرقة 6 رأس من الغنم باستبله المتواجد بقرية جبيرة بلدية بوخليفة ولاية بجاية. بعد مباشرة الإجراءات بتكثيف التحريات والتعمق في التحقيق، تم التوصل إلى 3 أشخاص مسبوقين قضائيا لهم صلة مباشرة في سرقة المواشي، يبلغون من العمر من 34 إلى 40 سنة، ينحدرون من ولاية بجاية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بيجاية، تم تفتيش منازل الأشخاص الموقوفين، حين تم العثور على خروفين من رؤوس الغنم المسروقة، حيث بعد عرضهم على الضحية تعرف عليهم مباشرة من الوهلة الأولى، كما تم استرجاع وحجز مبلغ مالي معتبر يقدر ب 61 مليون سنتيم من عائدات بيع الأغنام المسروقة، بالإضافة إلى هواتف نقالة. تم إنجاز محضر في القضية مع تقديم الأشخاص أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بيجاية.